بكم في حلقة جديدة. مرحبا بكم الليلة في حلقة جديدة من برنامج أمور. ارحبوا بسام حمراوي، بيا سردي، فيصل الحبيري، جولة سليماني، وسيم ميجالو، كيم بن مادي، كريم الغربي. نذكركم اللي تتفرجوا فينا انتم في برنامج أمور جدية بإمكانكم أنكم تربحوا سكودا. يكفي أنك تبعث حرف آ للرقم 85810 والإعلان على الفائز باش يكون إن شاء الله نهار 23 أفريل ويجي يهز كرهبته هنا من استوديو في برنامج أمور جدية سكودا فابيا. مريول بيركب العصب ملموس. قال لي البياح قال لي راك تكون تحكي عادي من بعد تقوم في شبح. بيا سو مكياج. بل ما نبداو نحكيه الساعة روحي هذيك روحي تصفيقة كبيرة وترحاب خاص بسام الحمراء. حبوك يا بسام. توحشناك سي بسام. ربي فضلك ربي يخليكم، حتى انا زاد توحشتكم على الاخر. خليته بلايس كبيره ياسر. اما ذولي لطف عليك صديقي، كنت ساد عليكم ببلاك خويا. اللطف عليك كل جمعة واحد يتحل عليك. لا توب الواحد. لا باش بالسبت. لا لازمني نفرض النظام. لا مش معقول هذا. عسيل ونحب نشكر الناس كل اللي سالت. طمنا على صحتك ساعة لاباس. الحمد لله تجاوزت المرحلة هذيك بتاع الروبو وكل شيء. خذيت دواياتي والزرارق تخربت بالزرارق وفازت الكل والكيني والجو والمساجات وكذا وان شاء الله يا رب. واحد هذيك تجاوب لي في المساج. حاسدوا في مرضى. لا على المساج يحسدوا. لطف عليك لطف عليك. مش مساج ريدوكاسيون هاي راهي اكثر منها مساج. مش هذاك اللي تتخيل فيها كشماع وموزيكا. لا لا حاجه اخرى تعمل لك. لا هذه حاجه اخرى. هذه عثمان اللي عملوا في عثمان قلت له قالوا كيني قالوا حازك في باله بنيه وواحد يعمل له عثمان قالوا عندي كيني افكار مش انت. عمل لي مشكلة. لا عنده شلاغ اصلا هو كي يعمل لك شلاغ ويمسوا هكا يا نجم. بشلاغ ما يدوش. قد ما كي حسيلو ان شاء الله يحميكم وربي يشفيكم ولا يوري غيار لحتى حد. ربي يشفي شفيها المنظر. بقعتك ظاهرة وتوحشناك برشا. ربي يخليكم عايشك ربي يفضل. تصفيقة كبيرة على بسام الحمراوي. سينو بيوتا شو احوال؟ لاباس الحمد لله. اش عملت؟ ودي هذه عملت ضربه كتوحشت فنان اقسم بالله في بالي مت ولا تفجعت في الدار وقت انت قلت لي بسم الله عليك بسام وانا ادري اش عملت كي تلفت قلت يا خشبيني خي انا مت ولا كيف. لا خاطر تعزك برشا باهي. نعرف. ليه طلبتني أنا بالوقت. انا حساسه برشا. طلبتني بالوقت وكذا. مانيش كيما وسيم. اي تروح يا احمد زكي. طلبوا مين؟ والله كان انا قلبي رقيق. وسيم بعث لي ميساج فرحت في بالي يسال علي قال لي لقاش عندك 100,000. والله في بالي باش ناكل بهم طرف حليب ياغورت وجيبهم. ايش طلع عليه وجهك خير من كل شيء يا غالي. لا والله كلام ايش طلع عليه وجهك خير من كل شيء. هي بيد البارح بعث لي ميساج كيف نستخيلوا يسال علي. وانت جاوبتني انت. قال لي استنى وانت شنو 120,000 اللي فيك؟ شنو صنع؟ اسمع يقدم. صنع اللي فيك؟ شنو صنع شنو اللي فيك؟ كيف يحكيوا عليه؟ على المساجات؟ يقدم. وما خير موال تذكرهم مساجات مش كيفك انت. لا انا كلمت. أنا فيصل كلم. هو تيمو جنتي يطلب الفلوس باش يهدي كادو. باش يهدي كادو. بيوت. الجمعة هذه، الوغ الجمعة هذه، أي مشيت عديت نهار. وين؟ إن شاء الله ننسيك. لطف عليك. في بنزرت، مشيت لبنزرت. أوكي أو. الله مصلي على النبي، أوكي اللي يحبوا سي أبي ظاهر، هذاك علاش خسروه سوبر كوب. عليه خسروه. هاك مشيت غادي مشيت سي أبي خسرت سوبر كوب. تو بربي فما واحدة اسمها بيا ووجهها مش مبروك ما تجيش عنده بيا ويعرف ملي جاتو البناية شو تبارك الله
تبرشن فين تبرشن شو مكاتب عبيد معناتها تفسري اللي انت ولا في امور جديه حتى مسلسلات مثل ما شو مثل مثل مع شكون تصور في بالك مع كريم الغربي وبسام الحمراوي ما قدش روح ايش قال الله غالب الله غالب يا بيقالوا هكا يا بيقالوا انا ما جاوبش بيا هذيك بيا قاعد يستنى خلينا نكملوا في السي ام بي انت السي ام بي مشيت خسرت انا مشيت دو كوب دافريك وربحت معناها بورت بونور بورت بونور وي بيان سور عشان كاش يقولوا عرقوبي شنو هي؟ عرقوبي اخذت اخذت تو حصر كان نخ شيح عرقوبه من حصرت لا والله اللي حبها ياسر والله العظيم نحبها اقسم بالله والله شم على ريحه من ميتي فايزل اقعد كيف هاني جايك فايزل بعد شويه فايزل توا تشم على ريحه انت تولد شايب عرفت بالله يا بس انت طلبتك مش من بورتابل من الفيكس طلبتك مازال تكلوت بوكي اللي دور بالنوافذ قبيله قلت لهم شكون عنده دينار باش ناخذ ساندويتش ما لقيت دينار ورق ريت يطلب مازال يطلب يقاح في الفلوس يقاح دينار خاولة مشيت المعرض الكتاب زاد خليته كتايب هكا بس قرات فاتح على ابن خلدون خليته فرعون علاش قرات فاتح على ابن خلدون؟ قراوا مع بعض ها؟ قراوا مع بعض خذيته مجلة عبدين ماخذ كتاب ابن خلدون وتعمل لك يا حسرة عليك يا بنبن يا حسرة قلت ولا بعض مساء انكرويابل قوي برشا في الامبروفيزاسيون مش عارف خلاص على عصر ابن خلدون ولا عصر ميغالو بالله شكل عصر اللي هي فيصول نرجع لك شوية آخر خاولة شو عملت الجمعة هذه؟ أنت صنعت الحدث الجمعة هذه أنا رجع لك تكسيست باش ترجع لي؟ أنا رجع خاولة أش عملت الجمعة اللي فاتت؟ ليديز فيرست ليديز برشا حاجات ساعة بخلاف تحضير الفوازير وكل إن شاء الله باش تكون حاجة بالفوازير امشي صور وقت أنا بس أنفقت حدث في كل بلاصة تنسق فوازير وأنت بلوس الكهرباء هذه ودخلت فيها قالوا خليها سامحني عندها 15 سنة الفوازير ما تعديتش ما تجاوبوش يغير كملي يغير باش نعمل هنا يغير هاي كمل خالص بخلاف تحضيرات الفوازير وكل شيء عملت كليب زيدا مع رؤوف ماهر دونك نحيي من هون كليب البيضة سمباتيك على الاخر الكليب وكل ان شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح وعندي خبر ياسر محلاه سخيف سامحني كليب البيضة علاش عيط لك انت؟ العظمة معناها اي استنى استنى هو كليب البيضة استنى فما البيضة البيضة معناتها البيضة البيضة على المريول جابك البيضة مش البيضة شي ما هو البيضة اي بي سامحني هو البيضة هو عيط لعبد الرزاق خوك سردوك عبد الرزاق امورو انا نحكي عليك انت لا انا فيت في الكليب جي باسي ان ميساج كونتر لو راسيزم وكل جوست هكاك معناتها مون اباريسيون فهمت وعندي سيربريز سامباتيك باش تفاجئوا الناس شنو هي ترى؟ باش نطلع انا وبيا لسويسرا. اسمع يا ولدي انت مش سويسرا تعرف انت تطور العلاقات سويسرا نتاع جنيف حسب رايك ميغالو باش تنزل سويسرا عليه وما تشدش ميغالو في ساعة تعارك وفي ساعة رجعوا أصحاب هزتها ما ورثتها كمان شوية احنا قلوبنا بيضة مش كيفك قلبك أكحل وفما حدث آخر إيه شالخ وفما حدث آخر اللي هو بيضت سنية وقديتهم مشيت للدانتيست خير قد باب المطهر تعاود والله قالك خذاها فما ما قريتوش على الدونتيست خذاها كابن شعبان ترافوه خذاها لا وافقه هكا ارمي في السنان امشي مشيت عند دونتيست الدونتيست نتاعي اسمه الدكتور بن عطيه مش بن شعبان وعلى الاقل نمشي للدونتيست شوف انت حالتك وسني كيفاش مركب فم شو اللي غزل شو غزل ضحكت فم خلط لهنا مش هاي ميجا شو عملت الجمعية سامعك الجمعة هذه تين عندها مين قالوا فلابية قالوا أبر سيب خولة فلابية سامعك الجمعة والله قعدت أنا والمران نقع في الأغلاط اللي عملته في الأسبوع اللي فات برب شنو مال الأغلاط اللي عملته في الأسبوع كنت مبلبزها معاه يا ربي مبلبزها كنت شوية مرواح مخر مرواح مخر مش مبلبزها معناها حصلت كذبات طيحتهم أقوى كذبة عملتها أقوى كذبة معناها سيد معد بتاعي أنا نحكي أنا وياه تليفونه محلول وهي تسمع وش حكيت؟ يحكي قال لي توم كوفريك وتوم كوفريك وهي تسمع
قالت لي شنو قلت لها ليه يحكي على الكلام بعد جي قدام شو قعدوا لها قالت الفينيت مش خالص صدقت بعد بداوا البحوث صار فيا شهده والله لا والله الجمعه هذه فرحت بهم قعدت ندور بهم تيت بالعائله بريو الجمعه اللي بعد صمت جمعه انا جي ريان في دو سبيسيال اون فيت جي باسي اون سيمين معناتها تري عاديه معناتها عاديه على خاطر تنجم تكون حاجه بايت سنيك تحك سنيك اي حاجه عندها علاقه بالسنين ترى من سنيك تركب فم فم القناه هذه تركب ايش بيك فم تركب فم ودرت ليه بالك مطيح يا ولدي ايش بيك لا حاشاك يهزيك يلزم حدود لا هاي مري باغ كونتر مشيت سدعان يمين قال شلت يمين و سنين باقي في السنين فما سنين شنو هو تو؟ شنو هو تو؟ شنو؟ شنو هو تو؟ اش تفهم؟ لحظة لحظة انستغرام لحظة انستغرام نوتيفيكاسيون هبط بيان هبط بيان هبط إدارة الحوار التونسي عن تخلي عن خدمات بسام تستاهل معلومات ونلقاهم عليه الأسباب شنو الأسباب قالك تلقاهم في انستغرام زيتون دابا في الزيتون معناها سبب اخلاقي سبب اخلاقي يا ربي سينو مريم دونك مشيت الموزايك اللي شلت امين سدعان يمين قاعده ومشيت داير قعدت بيتها في حاجه وفات مي قالوا منضبط على الاخر غادي غادي وني هيج على الاخر ماهوش هذا منضبط معنا حتى هو مين قال في كبس على اليوم خاف خاف غادي كبس أم مازالت ما جابتوش ليك بس الحبيب بالله ما دامنا في السنين وفي يمين قارة نحن في نفس الموضوع علي كابتيتو بسم دقيقة كابتيتو كنشوف جي روتار شدوا يمين قارة يقول لك مصاحبي القاع في الكولوار ما عندك شكرا صحيح ولا في ليه أنا بالعالي قلت له وينك قلت له وينك صحيح هذا ولا مش صحيح أنا وصيته ما هو شيخ بكل ما سمد في موضوع السنين ما هو مبروك الفلجة أخويا يمين قارة سدة ولا لحاها بالحق ثم شيء راه مش فلج هذيك حاط طرف لبان بين الزنيز هي دونتوليكا درجة هي دونتوليكا الفلجة الفلجة بوتيت والله العظيم كان خليها خير والله كريها باركينج هذيك الله يصلها على النبي شو؟ يعملها باركينج وباب سوسول فيها يولي يحل زك والله العظيم هذا كفيل ما عملته انا كنت غنمشي لا بالحق مباركوا له خويا امين مسكين يعطيه الصحة وباب التصوير في الانستغرام عملك كل برجن يا ابني خونا مين قال نعم 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 كريم سمعت والله ما عملت شيء نصوروا قاعدين نصوروا في مسلسل في سيت كوم جديد ناحية سوسة ناحية ثلجة زار صاف لا انا عملت ثلجة مش ناحية وين مخبية ولا نسخينا باش ترد مش ضرب هذه الثلجة اللي نحاها امين هاي ثلجة امين الثلجة اللي نحاها امين ولا جاتش ترد هاي ياخذوا عقلي دي زيارة ولا جاتش ترد وبطل اي هديتنيش على تورناج دنيا اخرى صافا صافا دنيا اخرى يا ولدي ليه تخدم معانا في القناة شو اسمها قسمته حياة انت وين تو انت وين يا ولدي انا تو انت شكون احنا شكون انا احنا احنا قناة الحوار التونسي برنامج الامور جدا دنيا اخرى سوبرات عزايز فماش دوير معاكم دور بلسوني معاكم في دور ان شاء الله احنا قاعدين نصوروا في اكس دار تو باش نمشيو لاكس حجامه نهزوك ان شاء الله عليه ديكور الحجامه باش نهزوك ما نمشي نشوفوا عند هنا الحجامه معناتها ايه حشاك هذه فدك عليك حكة السكر انت يا كريم بس سكر هذاك انت مشيت للسكر هذاك سكر توابع يا انا سكر قهوه ما كنت تقعد تجيب مش بك تغف انت سكر قهوه يا انت تغف ماليش خدمه في مخاخ علاه ما تقالش شنو ما تجيش ما تجيش هاو قال هذيك علاه ما تجيش فازه نتاعو هكا عامل فيها وجه هو مستانس عاملها في وجهه ديجا عمري ما ريتهم لحيه شنو هاي فيصل اوه ريم خير لك يا ريم والله نصب بيك نصب بيك في الكهرباء مره اخرى في الباركينج هذه شبيك ديما في الجربوع ريم 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 يو دير الاشاعات هنا في الباركينج مش اشاعات كله في الباركينج هاي فيصل خلينا عندي جدار في الباركينج شبيك كل حي هو من وجهه يحط عبد الرزاق في شعره
حاجة ريت حاجة سبيسيال معناها فيديو مريم بن مامي ريتها كي مشات الشلة تامين أه؟ في بالكش أنت يا مشيت وحكيت عليك و إي والله جبت عليك مريم وليه؟ والله خلينا نشوف مشيت اما الجمعه اللي فاتت اللي جات معنا في تونيزي بوكينغ خان زمان اوكي بوكينغ ديما نغلط اوكي نسمع عليك فاش يقولها ربحت وكانت وربحها وكانت فهمت ركزوا معاهم كلمات كيفاش ينطقوا معنا فما شوفوا شمو هذه شوفوا شمو هذه مش اولا شوفوا شمو مش انا اوكي قول شوفوا شمو هذه جمعه باش قالها صحيح استنى وانت تضحك معها تضحك معاها مريم شنو نعمل انا المفروض تدافع عليا انا في شلت مين سي كونسيبت لازم نعمل انا نشد دولار روحكم من السكوت باش نقد اقسم بالله ما ندخل بكم عبد اخر توا ما تعرفونيش كي نولي عبد قلت لك يا علي انا احل واحده لا لا احل واحده دورت بالحق ريتو بعيني مره يضربك انا نقول تونيزي بوكينغ تقول بوكينغ واسطنبول واسطنبول جامي ما اللي فات قال اسطنبول وقفوا التورناج جابوا تقلق هو يحكي على اسطنبول خلينا في الليل حب ياخذ بلاصتك اه لا ما ينجمش حب ياخذ بلاصتك ولا من كل خلى حاجه ما ينجم حكايه تونسي هاي باهي اسكت يس غدوه باش تلقاها بلاصه يعقوب يصفق غادي باهي اش قولكم فيا في فكره سامي مو محليك والله قديت علاش تنفقوا في الراجل حمو حمو ما تجمش عبد الحمو مو عندك حمو لا فالح لا في الدنيا لا في الاخر هيا ريت والله قاعد جيت روحك يا علولو ما تسمعوش غير هذيك شكون غير؟ غير على الله غير مش ميت ما عنده حتى علاقه فوزير يا ودي ما تجيش الحكايه ما تجيش عباره واحد عامل توهي اسمها فكره سامي الفاري ونشط فيها على عباره واحد عامل تصليح هاتف جوال وبيع في الملاوي انا تجي عارفك يبيع في الملاوي؟ لا انت الملاوي لا مانيش انا الملاوي الحانوت الحانوت مش حانوتي مدخن أما أنا نبيع لحظة برك دونك اللي يبيع في البلاوي شوف بيت شوف بيان الثاني شوف بيت هذا اللي دار بالقناة هذا فتح سيت اوفيسيال مش على فيسبوك تويتر بعد جابته عليك شاب تويتر سامحني اه يا بس برد بالك هاني هاي سيبنا بتفدلك هاي امور جديه شو هذيك افتهالات عندنا هاي سيدي بس فس فيصل قول فس فس تزيد تنزق فيه عدوك كثير هاي سيدي فايسو نعم بابا انت حدث نهايه الاسبوع هذا حدث هي ها في بالي مش باش نلقاك ساعه في امور جديه صدقني يعني بحذاك ها بون الموضوع مش شو اللي صار شو اللي صار انا خرجت في انترفيو وحكيت نبداو بموضوع بسام بالنسبه لموضوع بسام بسام راهو ما دامني انا حكيت هكاكا في انترفيو راني معناها نحبه وكي وصلت انا حكيت في انترفيو عبرت اشو دونك معناها كانت الرياكسيون معناها منفعله حاجه برك اللي انا فوالا حاجه برك اللي انا معناها كنت نجم نحكي معاه في قهوه ولا نشرب قهوه مش في راديو فوالا مش في الميديا هذه الحاجه المهمه بيني انا وبسام دونك تو نفضوها من بعد وتو نتلاطفوا نحب زاد نربط بحاجه راني انا وفيصل رانا وخيام بالحق راه بالحق معناها مش معناها تفدليك معناها انا كي تصير لي حاجه هو يقف معايا وانا زاد كيف كيف مثلا في مرضته في كذا حتى داره بعيده نحلوا باب داري ويجي بحذايا معناها ما فما حتى اشكاليه معناها في الحكايه هذه راهو فما كوتي خدمه وفما كوتي صديق وفما كوتي زاد وخيان انا ويا وخيان ما نتفاهموش في الخدمه هذيك هذيك حاجه هذيك حاجه ثانويه بالنسبه لينا نحن اصدقاء زوز واكثر من اصدقاء احنا خيان وانا نحب معناها انا حسيته هي شنية هو لعبت له على الفلس راه بتاع شوف الدمعه في عينيك اي بيمشي نجم يكون انا وياه راه خير تو واحد نعرفوا بعضنا تو قريب 10 سنين اكيد باش تصير ما بيناتنا مشاكل الاخوات تتنابز اما انا وياه ديما نقعدوا في القهوه ونفضوا اذا كان تبدا فما مشكل نفضوا او بالزر جات مثلا بيناتنا مشكل صغير او نرفض الدمع في عينيك هو مسكين شو قال هكاك بدات هي انا حكيت راني حكيت عبرت على احساسي من داخل وكهو معناها خاطر معناها كيفاش باش نفسر لك معناها انا وبسام كنا صحاب برشا دونك حتى التوصي فاسد صحاب على الاخر اي صحاب لكن قلت لك المشكله اللي ما حكيناش هذا الاشكال لانه كان نقعد ونحكي تون نفضوها الاشكال مي هي كي سالتني في الانترفيو انا حكيت اشو عبرت اللي في داخلي معناها كله كلام معناها نجم معناها تتكلم هكيك معناها صادق ما حسبتش شنو المخالفات نتاعها هذاك هو بالنسبه لي انا وبسام
ودي اسمعني انا وياه وخيان ولي داخل بين الظفر والحمراء وخارج بين تونس انا وياه ما يدخل بينياته حتى حد يا ودي ما يدخل حد بيني انا وياه خويا نتعارك ونت اي انا وياه اخوات خويا انا وياه اخوات من البارح مش مليون وحكينا فيه الموضوع وكان فما سوء تفاهم ومشي على روحه جوست حبيت نقول راي فما عباد تركب على الحكايه وتحب ترد ما بيناتنا مشكله ما كذا من فضلكم اقعدوا في بلاصتكم انا وياه خويا نتعاركوا خويا ما فما حتى اشكاليه ما فما حتى اشكال في معناها في النقطه هذه وراهو كي تيح ما يلقاني كان انا وانا كي نتيح ما نلقاك انا ليه حكينا انت جاونا بيه جاونا بيه يقسم بالله العظيم جاونا بيه شنو هي المشكلة مع سامي الفهري بس فيصل؟ يا هل ترى البلاغ اللي هبط تفاد ليك ولا مش تفاد ليك؟ ماهوش تفاد ليك الحكاية صحيحة. دونك نحب نشكر العباد اللي سندتني واللي وقفت معايا واللي كانوا سند ليا حتى بالكلمة الحلوة. سامي طلبني كلمني وقعدنا وفركنا الرومانة وحكينا في سوء التفاهم اللي صاير. هذيا معناها حاجة معناها ما ينجم يتدخل فيها حتى واحد. الرومانة كي تفركت معناها دونك حكينا في كل شيء حطينا لي بوين سور لي زي دونك انا نحب نقول معناها قناه الحوار قناه معناها بنيناها مع بعضنا عشنا فيها تكربسنا فيها اليوم موجوده لهنا على خاطر العباد اللي موجوده فيها والصدق والحب اللي حبيناه لقناه الحوار هذه حاجه تتحسب انا بالنسبه لي اللي العباد اللي معناها مشيت معايا وساندتني وقالت الكلام الباهي نحب نقول لهم نحبكم برشا وميرسي بوكو الاشكال تفض وانا موجود بحذاكم خاطر حكينا بالكدا لكن اللي حاز في نفسي انه فما عباد كانت هي السبب باش انا عم ناول كنت معناها مقصي من قناه الحوار التونسي ركبت على الحدث. شكون تقصد؟ شكون تقصد؟ وضحوها. ركبت على الحدث. نسألك مسألة شو جو؟ لا مش ماهيش أنا بالنسبة لي نحكي راني سبونتاني معناها ركبوا على الحدث بطريقة معناها كوم سي اليوم ولا اسمي أنا فيصول، اليوم وليت أنا مرحب بيا. بار كونتر كي كانت عنده أمور جدية وكان عنده السيت كوم في يده هو أقصاني هو من البرنامج هذايا نقصد في نوفل الورداني. أنا نقول أنه الركوب على الحدث هذايا زايد أنا عندي مبادئ زادة وعندي معناها قرارات نجم ناخذ قرار زادة كيما سامي خذا قرار وهبط على الانستغرام أنا زادة خذيت قرار وقلت ما عادش باش نرجع للحوار لكن كي تقابلنا وحكينا تفضت الإشكال يا خويا ويا ناس ما كان بيس واللي داخل ما بين الظفر والحم شو يقولوها هي يخرج كان باللي تعرف يخرج كان بالبنتونة أنا نحب مرة أخرى نشكر برشا 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 محبة العباد ومساندة العباد ليا ولا نحيك علينا يا فيصل فيصل نذكركم اللي في أمور جدية تنجموا أنتم تكونوا من رابحين وتنجموا تربحوا معانا سيارة سكودا يكفي تابع حرف أ على الرقم 85 85 810 85 810 والإعلان على الفائز باش يكون نهار 23 أبريل والفائز بسكودا صديقتنا خاولة صديقتنا خاولة باش تمشي تو سويت وتعطينا المزيد من التفاصيل خاولة سليماني كل عادة باش نحكيو على سكودا وعلى جديد المارك سكودا تحب تزيد تدللكم وتفرح بكم هذاك علاش الموديل اللي عندنا للربح سكودا فابيا ستايل هو الموديل اللي عملت فيه بروموسيون في الشوروم تاعها في حلق الواد دونك ما عليكم كان تمشيو لحلق الواد وين الشوروم تاع سكودا تلقاو اكيب تتلهى بكم وتوريكم الموديل بلوس اون ديتاي وتعطيكم دي موديل اخرين تنجموا تشوفوهم زاده ديسبونيبل غادي وانتوما اذا كنت تحبوا تربحوا سكودا فابيا ستايل ما عليكم كان تبحثوا حرف ا على 85 810 حرف ا على 85 810 وبعثوا برشا برشا ميساجات باش تقويوا الشانس نتاعكم في الربح باي باي Je m'aligne à l'essence, je suis loin de son jusqu'à ce que je vienne. Sur le premier mal, je pousse le roi, c'est ma main, c'est ma tour, c'est ma tour.
شكون باش تقول لي قبيله قاوله؟ شنيا؟ شكون باش تقول لي قبيليكه؟ انا قبل ما نخرج بس يمكن باش يقول لي حاجه. قلت ولد خالتي المرجني بالميساجات عدي لي الفيديو ابعث واربح سكودا فابيو ما نربحوا فيك حاجه. الله الله حبيت شكولا اما تو مراقد سامحوني ذكري كانت شو والله يضحك ضحك بالحق والله ربي فضلك عايشك يلا يا سيدي حلاه جوبك ميرسي نقول لحية جدي روز روز اي والله علي بربي تو من قبيله الكلهم يحكيوا واش عملتوا جمعه كامله ومشيتوا وجيتوا حتى واحد فيهم ما حكى على سبور ولا قال مشيت ترنيت ولا عملت حتى سوي انترينمون لا نعملوا في السبور لا سي با فري سي با فري باش نعملوا سبور على الوقت اللي عندنا باش نعملوا سبور نحن خليتوا لنا وقت في الحلقه تقعد جمعه تصور غدوا لا يتخلوا احنا هنا مزين السيف جاي وكل شيء ويا خويا انا خممت فيكم وباش توليوا تترنيوا حتى وانتم تخدموا زياده بجدك اي بجدي قول توب توترا بربي كيفاش قول توب توب زبنجن Girl, that makes that we the shit. F-R-E-S-H, we fresh. G-E-F, that's right, we get. يا سيدي رجعنا لكم مرة أخرى في أمور جدية. لكن المرة هذية اللي خذت بزمام الأمور الليلة خاولة سليماني. خاولة هيا. للا خاولة هانا تبعناك. هذا اللي كنت نحكي لكم عليهم توا طرح البسكليتات فوالا حتى كي نبداو نخدموا نتريني وبور غاردي لا لي تقطع لي نفس ظهرين سبورتيفات وظهرين لي مش سبورتيفات ميغالوش مش يولي توا كيبدا يذوب هكا ما فهمتش شو ميغالوش زوز خيوط زوز خيوط لا 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 يولي ابره يتبخر اي هي سي با ان كيسيون دو ذوبك هاو ما تفكرش عليه ايش جابت فيا بيان شكرا سي علاء بالك لا يا بنت البيانات هبطه كي البطاطا لا ما يوليش ابره خاطر الكونت انستغرام تاعي يروح ديش في راسي بيراتيف لا لحظه يا جماعه شلون اداره الحوار التونسي انه تم التخلي على خدمات بسام الحمر لا نرجعوا نحكيوا على سبور لا خاول نرجعوا للسبور هذا قلت لكم اللي كنت نحكيكم عليه بور غاردي لا ليني خاطر قيد توصيف لازمكم تو تبداو تترناو وتشدوا الرجله حتى واحنا نخدموا في امور جديه نترناو سمح لي سامباتيك حتى الديكور حتى صوت واحد مثلا قالوا لها بيان يا بطاقه بسكليت وراء عندي كرش بالوراثه معناها على قد ما عملت سبور ما تنحاتش كل حد شورت في الدنيا واحد وارث فهمتني ولا لا سي با فغي فماش كرش خاول كل جمعه تورث حاجه كل ما تعرف واحد تورث عليه هذا باش يوزع ويبسكل ويكبري يعني قالوا سانا محضرت لك بروجرام يفتق باش ما عادش يتبلدوا عليك يقول لك تولي كل عود ولا كل واحد شنو البروجرام فما شكون يقول لك انا كي تولدت عندي كرش لا مش تولد بدني ما يوليش كيما بدك انت مثلا اي مش صحيح هو بالونترينمون فما كرش وراثي لا لا علاش يا خينا تولدت هكا مسكله ومريقله وكل شيء كل واحد بالونترينمون شويه تعب سي فغي اما برشا بليزير نجم بدنو يتقد معناتها حتى الكرش راهو بالماكله بالونترينمون تتنحى ما عادش ما عنديش عليه عنده اخزرك مكعبر كله كرش عليه عندي ما عنديش والله يا جماعه اللي فات تبدل سكتوا الكرثه من تو جبتوا باش يترينا ولا اسمه في تو برسمك انا ما جبتوش بسكليت ومش يركب على بسكليت انضباط انا رايدي باهي يا خويا ها باش نفسركم انا توا حكيت البدن لا بنت تحب تعرف كيفاش لازم تعيش باش يعملوا في النهار باش يولي عندك بدن مزيان صحيح باش نوريكم انا شنو نعمل كل نهار ورينا طب I'm
كما شفتوا يا زملائي الاعزاء شنو نعمل كل يوم وغاردي لا لين ومشيو قدامي مزيان ماذا بيكم انتم زيدا تعملوا شويه شويه ايفور هكا وتحاولوا تدخلوا عليه هاي ا توت الوغ في امور جديه كري نجم تقول لي بدل كيكه سبحان ربي ها نفيق ننقص كل يوم انا كيكه يا خويا قد ما نلعب سبور قد ما نعمل مش صحيح وبارسا انا معناها كي نعمل كيكه نولي بدني كي بدا نخاوله ولا معناها لي زيكزارتيس علاش لا؟ شنو علاش لا يا اخي بدوروا يجروا راي في الحومه انا ناكد لك حتى الرجال يعملوها مزيكزارتيس سبحان الله نقزت وعملتهم وكل نكته عرق ليه هكا تخدم فيها جديده فيهاش عرق صحيح والمريول محدد المريول محدد ما في حاجه هذاك اليوم الصباح قبل ما نجي لامور جديه هذاك الحمد لله تعدينا لكم نحن جبناك من دارك خرجت انت عاد تصبح راقد والساعه يحب لك باش تخرج انا ديجا قمت وترنيت وفطرت وكل شيء وبعد استنيتك كيفاش يبدا صباحك ما فهمتش مكرونه بيتزا ومحمصة انا خاطر قبل ترانيت قبل وسمعت بالمشي معناها مشيت ديما نمشي من برشلونه المقرين على ساقيه جربتها جبت اي والتاكسي تطلع لي للفيلم شنو الريزولتا؟ في التاكسي نمشي مش فيها مش في يمشي برشا في التاكسي لا والريزولتا خاطر بالرسمي ماكلتنا ديجا فيها برشا خبز خاطر ماكلتنا لازمنا نصور كيما ماكلات خاوله فيتالي معناها نصور حاجه هو نصور حاجه خفيفه احنا تمشي تاكل بعد تضرب برجر ولا تضرب حمص هو الى غيزون راهو كريم بروكلو مثلا مش ليه البروكلو باهي بروكلو بالعكس هيلثي على برج هيلثي البروكلو بروكلو انا شوف لا هيلثي على البروكلو ماكلتها اللي تاكل فيها ولا كيك الزوال نتاع العصافر مخلط هذيك فلوكون دافوان هذيك مخلط بفيزا من الغيرة شفت شفت الغيرة تذهب الشيرة اون فيت اسمع كيلكو باغ هما توا يفادلكم اللي يقولوا في صحيح معناها اللي يقول في كريم وميغال وكل ماكلتنا معناتها فيها شوية بلبيز شوية غرا برشا ماتشيغ معناتها غراس اما بنينة بنينة سا سي فغي بنينة اما احنا توا الصيف جاي دونك بور غاردي لا لين بيفي 0% دو فيتالي خمت فينا وعملت لنا ان بروغرام في ميكلا وانترينمون ديجا تلقاوها من الليله على الكونت انستغرام تاعي والكونت انستغرام تاع بيفي فيتالي في لانترينمون والميكلا بوندون 14 جور 14 يوم 14 يوم سبحان الله معناها كي تتبع لانترينمون اي ترا ريزولتا ابخي 14 جور معناتها لي زيكزارسيس الكل تلقاهم كل شيء معناتها سامحني خوله كريم كي ترينا ابخي 14 جور ويتبع البروغرام شي يولي يولي يتبع فيه يولي خوله سليمان تفرح ما لا لا تتنحلوا الكرش ما تتنحلوا الكرش اما يزيدوا حاجات اخرين تولي على الشيب اما يزيدوا حاجات اخرين يزيدوا له لي موسكل يتنحلوا الكرش بدنه يولي خير وكل صيف توا يبدا يبداو في البحر وما بدو ليتهم هكا ديجا ما تزيدوا لي موسكل جست حكيت ديجا تترسقيهم بعد احنا كل جمعه هكا كل جمعه عيب 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 اي امانه جو كخوا بوكو لو تخيك هيريديتير معناتها كل واحد يبدا فورمته هكاك بالحق والله موجوده نعطيك اكزامبل انا اكزامبل احنا باغ اكزامبل لي مغربين جينيرالمون وكل عندنا لي مولي نتاعنا الفورمه نتاعهم هكا ما عندناش دي مولي يبداو لي لي بالحق لي مولي نتاعنا مش فورمين تلقى غاغ معناتها ما سي هيريديتير بالحق لي مولي نتاعنا الكل بالونترينمون تتبدل الفورمه معناتها سي با فغي كو معناتها سي فغي تجيك حاجه هيريديتير اما انت بالونترينمون تنجم تبدلها صلي على النبي على اختي تفهم في الكراب وفي لي مولي خاطر بالحق فما عباد ميزومورف فما عباد معناتها فما عباد تضعف فيسا فما عباد تسمن فيسا سي هيريديتير فما عباد فما عباد تضعف ما عندهمش ديما ساقية ضعيفة فما عباد ترمي عروقة فيسا زادة نجم يسمن دونك روفينون ديفي بيفي فيتالي اللي هو قلت لكم سور 14 جور عندنا بروغرام كل يوم تاع ماكله ومتاع انترينمون تنجموا تتبعوه وانا زاده اون باراليل باش نزيد نهبط فيديوهات وكلكوز اكسبليكاسيون تنجموا تبعثوا لي ميساجات على الانستغرام تاعي وعلى الانستغرام تاع بيفي فيتالي باش تلقاو معناتها تلقاو لي ريبونس نتاعكم كان حاجه ما عرفتوهاش ولا ما فهمتوهاش في لي زونترينمون وفما حاجه تخي سامباتيك اللي احنا لعبات سيريو باش نختاروا من عندهم تصاور وفيديوهات معناتها سو كي سون سيريو ويتبعوا لو ديفي بوندون 14 جور يبعثونا تصاور وفيديوهات اللي هما معناتها حاجات سامباتيك معناتها اوريجينال وكل اللي هما قاعدين يتبعوا كو سوا في الماكله ولا لونترينمون الجمعه الجايه ديجا اون فا بوستي كيلكو فوتو
لي فوتو هذو ما يهبطوه معتا في الانستغرام تاعهم يتاجيو فيهم الباج بيفي فيتالي والباج نتاعي خوله سليماني اوفيسيال لو دوزيل او مش البركه اللي في مليون لي بالحق خاطر فما دي كونت اخرين بيراتي يعني دي كونت دي فو بروفيل دونك يتاجيوني انا ويحطوا هاشتاغ ديفي بيفي فيتالي اللي توا افيشي وتبعثوا لنا احنا اوتوماتيكمون باش نراهم الكل نختاروا الجمعه الجايه باش نحطوا كلكو فوتو وفيديو والجمعه الجايه زاد عندنا ان اوتر ديفي هوني مع لي كرونيكور وكل في امور جديه وانت عليا زاد باش تشارك معنا والجمعه اللي بعدها هذه الحاجه لا بلو سامباتيك اللي في الثوازيام سيمين معناتها الثلاث جايين الثلاث اللي بعده باش نختاروا ثلاث غانيون باش نختاروا احسن فيديوهات احسن ثلاثه فيديوهات اللي اوريجينال وسامباتيك تبدا نبعثك في الموليه من تو وباش يربحوا حاجه تري سامباتيك خاطر سيغمون هما انتريسي بالسبور وكل ان ابونمون عام كامل في اي صاله يختاروها هما المونتون نتاعو 1000 دينار واو اي صاله يختاروا عندهم ابونمون عام كامل دونك تبعوا الديفي بيفي فيتالي من ليلى على الانستغرام تاعي والانستغرام تاع بيفي فيتالي وفيسا فيسا فيسا كونوا سيريو خاطر من غدوه يبدا الديفي وكيما تعرفوا بيان سور بيفي 0% دو فيتالي تكلمت عليه برشا مرات قبل 0% ماتير غراس 0% سكر اجوتي فيه بليزيور بارفان براسي بالفروي سيترون ابواغ تنجم تهزو بارتو دونك يعاونكم ويستحفظ لكم على صحتكم سورتو في البروغرام اللي احنا عاملينه بور 14 جور في ديفي بيفي فيتالي وحاجة أخرى سامباتيك على الأخر باش تفرحوا بها يا عائلتي تاع أمور جدية وزملائي الكرام اللي الجمعة الجاية ديفي اللي باش نعملوه هوني معناتها احنا والكرونيك ولا انا معناتها لي كرونيكور الاخرين فما كادو اللي باش نتلموا بقدره ما هبطش بيان جديد ما هبطش بيان ان شاء الله كان ما هبطش لا لا مرجلين مرجلين دابيس دونك باش نعملوا ان ديفي واللي باش يربح عنده كادو سامباتيك من عند بيفي 0% دو فيتالي واو واو وانت تحكي لله على الديفي خلينا نشوفوا ساعة الحالة البدنية نتاع الكرونيكور نتاعك شنو هو استعداداتهم كيفاه باش تشوفوا بالماكينة نتاع الباكس فوالا اسمعني اسمعني Soit tu as la force dans les bras, soit tu l'as pas. Ça n'a absolument rien à voir si tu es sportif ou pas. N'est-ce pas ? Ah bah là. Non, c'est vrai. Parce que... Là, elle a un peu d'accord. Boxer, c'est pas évident. Là, elle a un peu d'accord. C'est pas évident. Elle a un peu d'accord. 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 Elle a un تعرف تنويه كراس راس ميسج خويا مش الكل واحدة كيما اختنا بيا باش تضرب بوكس ترى سيدي نلمو فيها ما يغركش اي والله من البداية باش تكون بيا زردي هيا بيا يلا هيا بيوتا هيا بيا هيا هيا للتي الأولى هيا انزل بيا انزل مرة أخرى هلا هيا تصفيق على بيا هيا بيوتا هيا ضربة قوية ميتين واربعة وثمانين تصفيق على بيا الزردي نقعد مع الجنس اللطيف مريم بن مادي هيا مريومة بيا 284 مريومة اش باش تعمل يلا هاي احسبوا دليل تاع مكتوب يا مريم احسبوا دليل ايوه 281 مريم البلداني الصدارة البيا الزردي لحد الآن يلا خولة سليماني هيا هيا سبورتيفا ورينا هاك سبورتيفا ولا ورينا امشي هاي الصدارة على البيا الزردي 284 281 مريم بن مامي سلسلة كويك لك خولة يلا يلا بسرعة 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 وي خولة
شو هذا؟ نقعدوا مع الجنس اللطيف ميجانو. يتجرأ ويتجاوز على الشيف خاولة احسبوا على الشيف يا ذكا الله 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 ليش قوية ليش قوية زادت 14 خاولة خاولة تتطور خاولة تتطور فايسل الحفيري يا يا فايسل فايسون بسرعه يا ميغان يا انا ساعه هذه باي باش نحسبوا الانستغرام تاع سامي باهي شنو نضرب الانستغرام تاع سامي رد بك على روحك اضرب الانستغرام برك يا خويا باش يفوت باش يفوت بسام الحمراوي ينجح مصاب مصاب بسام مصاب يعوضني ميغال لا 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 انا نعوض نحب نطيح لا 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 اللعبة عند كريم الغربي تو تشوفوا كريم الغربي هاي كريم هاي كريم هاي هاي كريم سمك يبعد شوي هاي انا بعد طيب هيا ستارت هيا ركز يا كريم ما تسربش لحظة 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 سب لي يوم قد كيك سب لي يوم شكون باش تسخايلو واحد سب لي يوم شكون باش تسخايلو واحد سب لي يوم على الشيب انت سميني انت لا حاش شمك انا ما نسب لك شم لا انت انت حتى من يوم سب لي يوم ياي تضرب لي ايه انت ذي انت من اضرب يجيب كريم أكثر من 678 ولا؟ كريم الغربي يتفوق 793 793 اجا بحلا يا كريم يزي بشوية كريم خويا علي انت ما تترنيش انا ما نترنيش وتعمل ركور ما نتربيش ركور عمل ركور عمل ركور في المكان هذا عمل ركور تحت الرجال غير شوف اسمع سي با فاسيل هاك بشوف المعلمية توا ديجا من هذه المعلمية المعلمية يعطيوني اقوى اقوى تصميم كبير على كريم الغربي سعلي وش بيك ميغال؟ انت بعد اذنك سعلي تفضل نظر ضرب اخر قدر سعلي عليه في بلاصة بسام برا ميغالو يلا ميغالو هبط 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 هاي ميغا هاي ميغالو امشي ميغا ميغا هاي ميغانو ازاي؟ فشل ذريع ماذا الخاولة؟ ما عمل عليك ونقول لهم مسايب راجل امشي جرب امراه امشي جرب امراه هاي تراها امراه بالله تراها هاي في بلاصتك سامحني شنو هو تو؟ عليها عليها دز بيدي ياخذ ضرب بيدي هاي 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 يلا هاي خاولة ها دو تروا لا يا خاولة لا يا خاولة لا يا خولة كريم الغربي يتفوق انا ثانية انا ثانية ايه فوت ميغال وخولة ثانية لا سعلي لا 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 ما يعاود حتى هكا هو هو لا 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 ل
ها؟ أكا هو؟ لا في بلاست بسام هي كمو يعني في بلاست يعني لحظة دونك الليلة في أمور جدية الكرونيكر الأقوى كريم الغربي شكون الثاني؟ طفلة راني اسمع ربحت وصاحبة المرتبة الثانية خولة سليماني بطلب من الجمهور الليلة نحب ونشوفوا صديقنا يعقوب هاي جزاكم هاي يعقوب هل بدن هذا كل شيء نجم يعمل كريم عمل 785 وانت شنو اللي تزيد 93 سب قديش يلا 3 2 1 طب بدي اكل كور الجلاس زي سعد بكيل من نوت هكا بعد يتحل والله برافو يا يعقوب 825 بالفد ليك انا اللي عاودني كريم جيتوني في كوبري جيتوني ها ولدي جيتوني في كوبري كريم اما فما فرق شنو هو سر التفوق فما فرق اللي هو يترينا معناه ياكل في البروتين وخبيزه ما قطع روحه ياكل في الخبيزه الماكله كلا ولد خالو جمع لي فيها كلا الكل حاسس بالكل يترينا من قبل ما تحل الحوار التونسي يترينا حديد شنو هو السر فيتالي خويا قداش كليت من كعب؟ كل يوم أربع كعبات فيتالي. بفي 0%. صحتك. أو يا خو ست علاش؟ سامحني. علاش؟ علاش البنية نتاعك هكا أنت؟ أه؟ علاش هكا؟ خاطر يشرب في الآخر، يشرب في الآخر. يا ولدي لا انتظار فيك. لحظة. دار فيك تحب على بيان جديد. شنو بيان جديد؟ عطيش بيان جديد. وأنت راك مش تلحق للبيان الثاني. اللي بعد. هدينا صرف لي خلينا نلعب عليه انت شد بلاص والله لا انت شد بلاص شي موت على الفرنك قبل هذاك مع ثوم لك سامي ماك عوض فكرة سامي خلاص هكاك يخلص 2000 8000 يا خالد اللهم لا حسد ده يا خاول اني خلصت 300 مليون لا حسد كل ما ياخذ قرض يخلصوا بعد 20 سنه فما انكور اون اوتر سوربريز توا على ليفور اللي عملناه وكل مقبله قاعدين يترنوا جماعه وكل كيما عودتنا فيتالي ديما تفرح بينا دونك باش تفرح بكم اليوم زملائي وباش تفرح بالبوبليك الكل وجبت لنا الجام كامله نتاع بيفي 0% دو فيتالي باش تذوقوا وتتبنوا بلين ولا مش بلين انا ما خديتش ما جابونيش وهذه الرب اسمع لا حماد ديك سعلت هات عليك باي خلينا نشوف خلينا نذوق انزل على الفيتالي تو هذا 0% بنين تصفيقة كبيرة على فيتالي نقعدوا يا سيدي في اجواء سبور شيخين ماكلين فيتالي وسكوت حبيش تحل شاربين شاربين فيتالي حبيش تحل ايجا ايجا ما حبيش تحل لا سي علي اخي حلها وحدك والله ما حبش علي حلها وحدك حلها وحدك معرس سي علي حلها وحدك والله ما حبها هاي قد يوزو يا مسابك تفرج وحش هاي يا اخي ما عندوش ظوافر هذا ما عندوش قوه ما عندوش قوه ما عندوش قوه الكل هاي نقعدوا يا سيدي في اجواء سبور واحده شاربين فيتالي نمشي وتود سويت للديفي يلا
فاصل صغير وراجعين بعد قليل الأمور.